الله بالخير جميع، شلونكم؟ مساكم طيبين. تعرفون احنا عندنا وزراء بالدولة السلجوقية والدولة الأموية. عندنا بالدولة الأموية روح قبل الزنباع، والدولة السلجوقية عندنا نظام الملك. نظام الملك كان قوي وقتها، حارب الفكر الإسماعيلي وبنى مدارس عشان يحاربون الفكر الإسماعيلي وينشرون الفكر السني، المذهب السني ومذهب الإسماعيلي. هو اللي حارب الباطنية والحشاشين، واخر شيء اغتالوا الحشاشين. كان في عهد ملك شاه. اليوم قصتنا عن وزير كسرى أردشير الأول ملك الفرس. كان أردشير قاعد مع وزراء، وكان أردشير قوي موسع نفوذ دولته، قوي دولته، وعنده جيش لا يعد ولا يحصى. فكان قاعد مع وزراء وقال، نقز واحد من الوزراء قال في بنت حلوة طال العمر. قال شلون؟ قالت اي بنت حلوة. قال لا، هذا غير، هذا ما في احد نفسه جمالها، تخلي كل بنات العالم يقدر، كل بنات الفرس يقدر. قال لا والله. قال ايوه. قال من هي؟ قال بنت ملك بحر اللورد. قال ارسلوا له قولوا له اني انا بخطب بنت. وراح المرسول عند ملك بحر اللورد، قال له يا طويل العمر كسرى بيتزوج بنتك كذا، مو هدايا، لا كسرى بتزوج بنتك، تعطيه كان بها، ما تعطيه ذبحك. قال ما راح اعطيه، توكل على الله. ورد عليه قال ما راح اعطيك بنتي، يا توكل. قال ما راح اعطيك بنتي، توكل على الله، يلا لا اشوفك عندي، يلا يلا عقص راسك توكل. وراح المرسل عند كسرى اللي هو أردشير. قال يا طول العمر ما يبيك، ما يبي يعطيك بنت. قال شلون ما يبي يعطيني بنت؟ قال والله العظيم ما احلف طبعا، ما كان مسلم. قال لا انحر، حلف يمين في ديانته، حلف وقال والله اني انا ذباح، انا اللي اذبح هو وبنته، وروني جمالها بالدم. ويمشي الجيوش كسرى ودك لك حصون ملك بحر الارض، ويدش قصره ويذبح ويذبح كل وزراء. قال يلا ها، وين بنته يا جماعه؟ يلا ها بنته وين؟ قالوا ما أدري، تجي واحدة جارية تمشي. قالت يا طويل العمر أنت ذبحت اللي ذبح أبوي. كان يعني جت جارية قالت له، كان جميلة الجارية، جميلة جميلة مو جميلة جميلة. قالت يا طويل العمر أنت ذبحت شخص ذبح أبوي وزرائنا، بس ما ذبحته قبل لا تذبحه، كنت أنا سيرته، وبنتي يا طويل العمر بنته خلتني أنا خادمتها، يعني كنا أصدقاء وربع، بس أني يعني أقصى حد أني كنت خادمتها، فكانت تحبني، كنا احنا وياها روح واحدة، روح واحدة أنا وياها خوات. شو يقول هذا الخوات مو جاريتها. وملك بحر الأردن دش على قلعة أبوي، ذبح أبوي وزراء وتخلص منهم وخذ القلعة وخلاني أسير. قال طيب. المهم حبها كسرى، حبها كسرى، تزوجها كسرى وحملت منه، وكان يحبها، كان يحبها يعشقها. دش يوم من الأيام غرفتهم، قاعد وكان شافته مستانس مرتخي الرجال، ما عنده الشيطان طاري، ما عنده الشيطان طاري. حلو صح. المهم قال طول العمر أنا ذبحت أبوي وغلبته وأنا غلبتك. قال من أبوس؟ قالت ملك بحر الأرض طالع. قال أنت بنته؟ قالت نعم أنا بنته كسرى، ما تقدر تذبحني، تدري ليش؟ اني انا حامل بولدك. على فكره كسرى ما كان عنده عيال، يعني كلهم بنات. المهم ما تقدر تذبحني، انا زوجتك ما تقدر تذبحني، ولدك ببطني ما تقدر. طلع كسرى نفسيته واصله خشمه، حلو، ومسك الوزير قال تعال ابيك موضوع. قال شنو يا طويل؟ قال طلعت بنت ملك بحر الأرض. قال أنت تقول صادق؟ قال لي والله.
قال ابي اذبح. قال يمكن ولد بطن ما عندك يا. قال انا ابي اذبح. شلون؟ قال خلاص انا اذبحها اغرق البحر وما حد يدري ما حد يشاف ولا حد يدري نذبحها. قال طيب يا مشينا. بس يعني الوزير هو اللي راح الحالة خذاها الوزير كانت حامل ترجع تكفى تكفى. خلاص ما حد جالس انكب نفس. وخذها معاه جند وركب السفينة وقط كراتين نفس الكراتين قط بالبحر ثقيلة كراتين قطها في البحر بوكسات نفس البوكسات الخشبية وقطها في البحر. والجند عباله انها انه قط الجند عبالهم انه قط زوجة كسرة او جاريتي يسمونه يقولوا هذه الجارية وما ادري ايش قطوها عبالهم انه هو القطة. فرجع الوزير قال حق كسرة انا ذبحتها وقرقتها. قال شلون؟ قال حطيتها بسلاسل ثقيلة وحذفتها قال رجع هو ما ذبحها هو خشب مكان عشان تجيب الولد. فقاعد يوكلها مع الأشهر أربع أشهر مرت أربع أشهر خمسة أشهر جابت الولد. جابت ولد جميل يقال إنه جميل جمال مو طبيعي. هو انفتن الولد هو استحى قال شلون أنا أسمي الولد أستحى شلون هو ولد الملك كان شلون أسميه ما أقدر أسميه أنا وزير أخرت هذا مرة أقدر أصير ملك شلون أسميه. قال خلني اسميه قال خلاص خلني اسميه. قال شنو اسميه شنو اسميه؟ قال ما اقدر اخليه بدون اسم شلون؟ قال خلاص اسميه شاهبور. شاهبور معنات كلمة شاهبور شنو؟ شاه يعني ملك بور يعني ابن هم عكس الاسم يعني احنا نقول ولد الملك هم يقولون لا ملك ولد ما تدري شو. المهم فجابه وكبره وعلمه وما هو كان ما يدري شاه أردشير عفوا ما كان يدري عن ولا شيء اللي سواه الوزير ما يدري. فكبر الولد وصل سن البلوغ قاعد يعلمه على الفروسية ويعلمه وقاعد يدرسه ويعلمه وخلاه نفس الملك تربية ملوك مو تربية وزراء لا تربية ملوك خلاه كذا. تعب أردشير وقتها تعب فقال له فتعب أردشير قاعد معاه الوزير. فقال حق الوزير يا ولد قال هذا طرق قال له أنا ندمان. قال على شنو؟ قال أنا خلفت بنات. قال شلون يعني ندمان أنا خلفت كله؟ قال أنا ندمان إني ذبحت بنت ملك بحر الأرض يمكن جابت لي ولد أو شيء. قال طيب إن كانت حية ليش إنه؟ قال لك اللي تبيه حية. قال لي نعم حية. قال صدق قل والله قال والله. قال ما راح أجيب لك ولد أنصدم أردشير. قال راح أجيب لك يا بس الروحانية اللي للأب وللابن راح تعرفون بعض والولد له روحانية إنه يعرف لو يقال إنه كذا ما أدري. المهم قال بجيب لك اياه مع 20 غلام يعني راح اخليه يجي مع 20 غلام خلاص جيبهم مع 20 غلام. قال انا بجيبهم لك 20 غلام نفس اللبس نفس الحركه نفس الوجه تشابهون نفس قصه الشعر نفس كل شيء. قال اهم شيء جيبهم خلينا نشوف ولدي. قال طيب قاعد أردشير بكرسيه كان تعبان وقت أردشير ف جابهم اعطاهم كوره يلعبون فيها. واحد من العيال مسك الكرة وقطها صوب أردشير كسرة. خاف الولد قال لا إله إلا الله أنا شلون أقدر أجيب الكرة هذا روح هيبة وقتها يعني. قام شهبور وراح صوب الملك خذ الكرة ما خاف منها ما اهتم لهيبته انصدم أردشير ما راح يطقه ولد آخر شيء يعني. وصارت كررت الموضوع وجت الكرة عند أردشير وراح شهبور خذها منه ورد لا وجاء مرة ثانية وخذها. وقف أردشير قال يا ولد تعال حبيبي انت تعال شو اسمك؟ قال اسمي شهبور شهبور بس مو ذي الاكتاف شهبور.
قال لي والله انك شافه ويحضنه ويبكي ويبكي الولد ما ادري الولد بك يبكون. قال لي والله انت ولدي. تجي المرأة زوجته وحلوت اكثر واكثر تسمحت منه وسامحها وخلى شابور مستشار الملك اللي هو مستشار أردشير. بعد ما مات أردشير صار شاهبور، صار شاهبور طال عمرك الملك يعني كسرى. وكان الوزير نفس مقامه ما غير الشاهبور كان يحبه. أردشير عطى الوزير ممكن نص أملاك دولة الساسانية، مو نصها يعني أعطاه مبلغ وغادي. فأردشير كان لما صار ملك خلى الوزير نفس مكانه ما غيره، خلاه خويه بعدها مات. وأنا قلت قبل شوي إن أردشير هو اللي صار ملك، لا هو ما صار ملك، هو مات بعدين حكم ولده شابور. كان هو أردشير الأول هو كان ملك. صدقون نفس نظام الملك هذا الوزير. بعد توفى الوزير بعد ما يعني بعد ما حكم شابور مات الوزير بعد. نفس نظام الملك، حكم في عهد البرسلان 10 سنين، يعني كان وزير البرسلان 10 سنين بعدها توفى البرسلان، بعدين حكم في عهد ملك شاه، بعدين توفى في عهد ملك شاه اللي هم ذبحوه الحشاشين. أنا إلى هنا انتهت قصتنا، وانتظرونا قصة جديدة إن شاء الله، ويعطيكم العافية.